زوار كلاش تي في، سلام الله عليكم. كيقول المثل المغربي البليغ، في الشدة تعرف العدو من صديق، وهذا الشيء اللي تأكد المغاربة كاملين من بعد المبادرات اللي اتخذها الملك محمد السادس شخصيا تجاه هذه المصيبة ديال فيروس كورونا. والله كون ما كان الملك محمد السادس، والله حتى الطيارات مازال غادا جاية والباخرات كتنقل بين المغرب وأوروبا ليل ونهار، وكل بلاد ولا فيها طايح كثر من نايض. واخا الارقام ديال المصابين بهذا الفيروس كترتفع نهار على خوه، فالارقام مازال قليله بزاف مقارنه مع بعض الدول اللي تعاملات باستهتار مع هذا الخطر الداهم. وحتى الشعب المغربي في الاغلبيه ديالو واعي مزيان وعارف خطوره هذا الفيروس القاتل، وكيتفاعل مع جميع الارشادات والتدابير اللي علنت عليها السلطات العموميه. الحمد لله الشعب المغربي واعي وعارف اش كاين، باستثناء بعض الفئات الهامشيه القليله وبعض تجار الدين اللي بغاو يستغلوا هذه الماساه باش يحققوا مكاسب سياسية ضيقة. ودابا ندوزو للمهم والأهم، وهو الدعم اللي قررت الدولة تفرقوا على الناس اللي ما فعلهمش، يعني الفقراء بزاف والناس اللي كانوا خدامين في قطاعات عشوائية وما عندهم لا ضمان اجتماعي ولا تأمين، يعني الناس اللي عندهم بطاقة رميد واللي يمكن اعتبارها بمثابة شهادة فقر واحتياج. هاد الناس قرر الملك باش يبدا بهم هما الاولين، وعطى التعليمات ديالو الرئيس الحكومة باش الدولة تبدا تعطيهم المساعدات المالية من الصندوق اللي طلقوا جلالته شخصيا، وفتح فيه باب المساهمات ب 200 مليار سنتيم اعطاها من ماله الخاص. ودابا راه خير الله في هاد الصندوق من بعد ما ساهم فيه الجميع، وحتى الاتحاد الاوروبي راه حط فيه واحد مبلغ خيالي من بعد ما تأكد من أن الإجراءات اللي أمر بها الملك محمد السادس كانت فعالة وناجعة ومهمة. ودابا راه السلطات المختصة بدات بشكل فوري وغير قابل للتأخير أو التأجيل استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس في تنفيذ مسطرة الشروع في صرف المساعدات المالية للمغاربة الأكثر هشاشة وفقرا والأشد احتياجا للدعم والمساندة في هذه المحنة العصيبة التي يجهزها المغرب والعالم بأكمله. وقبل ما تعرفوا شروط الاستفادة من هذا الدعم المالي، لازم ما نشير لواحد الملاحظة مهمة، وهي أن هذه غير المرحلة الأولى، وأصحاب رميد قرر الملك شخصيا باش تبدا بهم لجنة اليقظة الاقتصادية هما الأولين، وهذا الشيء طبعا حيت جلالته عارف بأن هاد الناس ما عندهمش عشا ليلة، وطبيعي من بعد غادي يشوفوا مباشرة طبقات أخرى، يعني الناس اللي ما عندهمش بطاقة رميد. الدولة خدامة ليل ونهار وما ناسي حتى شي فئة من الفئات المجتمعية المغربية. دابا المرحلة الأولى كتهم الأسر اللي كتستافد من خدمة رميد وكتعمل في القطاع غير المهيكل، ودابا ما لقات حتى شي مدخول يومي بسبب الحجر الصحي. هاد الأسر غادي تستافد من مساعدة مالية تمكنها من المعيش اليومي، وغادي يفرقوا عليهم الفلوس من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا اللي تم الإحداث ديالو تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزارة كتقول أن المساعدة المالية غادي تتوزع على الأسر المكونة من فردين أو أقل، وهاد الأسر غادي ياخذوا 800 درهم، يعني الأسرة اللي كتكون من زوج وزوجة وما عندهمش دراري غادي ياخذوا 800 درهم، أو جوج أخوين أو جوج أخوات، المهم الأسرة اللي كتكون من جوج ديال الأشخاص أو أقل. والعبارة ديال أقل كتعني أن اللي عايش غير بوحده يمكن ليه يستافد حتى هو من 800 درهم. أما بالنسبة للأسر اللي كتكون من 3 إلى 4 ديال الأشخاص فغادي تاخذ 1000 درهم، والأسر اللي كيتعدى عدد الأفراد ديالها 4 الأشخاص يعني من 4 الفوق غادي ياخذوا 1200 درهم. اما بخصوص الاجراء اللي خاص يديروا الناس باش يستافدوا من هذا الدعم، خاص رب الاسره اللي صادره بطاقه رميد في الاسم ديالو خاصو يرسل رقم البطاقه ديال رميد في رساله قصيره من الهاتف المحمول ديالو الى الرقم 1212، يكتب ميساج يدير فيه رقم بطاقه رميد ويصيفطو لرقم 1212. والبطاقات الصالحه ديال رميد هي اللي كانت صالحه في 31 جانفي 2019. ولكن المعلومة المهمة اللي خاص الناس يعرفوها، وهي أنك ما يمكن لك تصيفط ميساج إلا ابتداء من نهار 32 مارس 2020، يعني الاثنين اللي جاي، الاثنين الأول يمكن لكم تبداو تصيفطوا رقم بطاقة رميد ديالكم في ميساج إلى رقم 1212. والدولة كتقول لكم بأن المساعدات غادية تبدا توزع تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 ابريل القادم، وهذا الشيء طبعا كيتعلق باحترام الاجراءات الوقائية اللي فرضتها السلطات العمومية بخصوص جائحة كورونا، يعني ما بغاوش يديروا الزحام بزاف باش يحميوا الناس من اي خطر.
ولكن المؤكد هو ان كل شيء غادي يستافد ان شاء الله، وحتى واحد ما غادي يبقى بلاش. ومن المعلوم ان هذا الصندوق كان مبادره من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس باش يصرف المساعدات الماليه للاسر المغربيه المعوزه، وكانت لجنه اليقظه حريصه باش تبدا بالفئات الاكثر فقرا وهشاشه، واللي ما يمكن ليهم باش يتاكدوا من الفقر ديالها الا من خلال بطاقه رميد. الملك محمد السادس ما يمكنش ليه ينسى شعب، خاصه انه هو اللي بدا باتخاذ الاجراءات الصارمه والتدخل السريع والعاجل لحمايه المواطنين من خطر تفشي هذا الوباء القاتل، من خلال مجموعه من التدابير والاجراءات الناجحه اللي شهدت بها دول العالم كله، وصفق لها الاتحاد الاوروبي وقالوا بان هذه الاجراءات اللي خذها الملك محمد السادس كان لها الفضل الكبير في انقاذ المغرب من خطر كبير. يعني كان بلا شك الطايح غادي يكون كثر من النايض، وكنا كنعرفوا ان العديد من الدول الاوروبيه وغير الاوروبيه تعاملات في البدايه باستهتار مع هذا الخطر، وما كانش كنظن بانه غادي يوصل بها لهذا الشيء. ودابا كلهم تيقولوا يا ريت كون خدينا اجراءات بحال اللي خدا الملك محمد السادس من النهار الاول اللي بدا فيه هذا الفيروس. ومن بعد هذه الفئه فبلا شك ان طبقات اخرى في صرب اهتمامات الاهل الكريم، خاصه مستخدمي القطاع الخصوصي، الشركات المتضرره من فرض حاله الطوارئ بالبلاد، واللي احنا متاكدين باذن الله بانها ما غاداش تطول وغادي ينجح المغرب بفضل حكمه الملك محمد السادس في تجاوز هذه المحنه قريبا ان شاء الله. بقات واحد المعلومه كنوجهها شخصيا لبعض منعدمي الضمير، يعني الناس اللي غيبغيو يديروا التحايل باش يستافدوا من هذا الصندوق. كنحذركم وكنحذركم، فالسلطات المغربيه كتوعد باقصى العقوبات والمتابعات القضائيه لكل شخص كيثبت التورط ديالو في التحايل على القانون باش يستافد من هذا الدعم. يعني الى عندك باش تعيش خلي هذا الصندوق للناس اللي محتاجينه، راه كاين اللي ما لاقي حتى عجليله. اما بخصوص المرحله الثانيه فغادي يدوزوا الاسر اللي ما عندها لا خدمه ولا ردمه، وفي نفس الوقت ما كتوفرش على بطاقه رميد، يعني الناس اللي كيخدموا في القطاع غير المهيكل وما عندهم حتى شي اجبات على انهم فقراء، واللي دابا هما متضررين بزاف بسبب حاله الطوارئ الصحيه في البلاد. هاد الناس حتى هما غادي يستافدوا من نفس المبالغ، والدوله كتقول لكم بانها غادي تاخذ الاجراءات معكم قريبا ان شاء الله باش كلشي يستافد وحتى واحد ما يبقى بالجهد. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ضمن اخر عرض اخباري لنهار اليوم مباشره من القناه الثانيه. وبدايه هذه القرارات الصادره قبل قليل عن لجنه اليقظه الاقتصاديه حول عمليه الدعم المؤقت للاسر العامله في القطاع غير المهيكل المتضرره من فيروس كورونا. ويسمحوا لي المشاهدين الكرام غادي نتحدث بالعامية الآن لتبسيط الأمور. البلاغ الخاص بهذه عملية الدعم جاء فيه أن هذه العملية ستكون عبر مرحلتين. المرحلة الأولى الأسر اللي تستفيد من خدمة راميد وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي. أولا 800 درهم أو 16000 ريال للأسرة المكونة من فردين أو أقل. ثانيا 1000 درهم أو 20000 ريال للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد. ثالثا 1200 درهم أو 24000 ريال للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. وجب على رب الأسرة اللي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول من البورتابل ديالو إلى الرقم التالي 12 12، ويمكن الاتصال بهذا الرقم لتقديم المساعدة الأسر وكذا الرد على مختلف الشكايات. وفي هذه الفترة من التضامن واللي كتعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية. المرحلة الثانية اللي غادي تكون من خلال الأسر اللي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل واللي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي. هذه الأسر سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا،
والإشارة فقط، فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة. كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تي في. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شجعوا الإعلام الهادف لكي يستمر بمشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.